السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاعة المخصصة لتفقد أعمال السير ومتابعة العمل لمشروع الأنفاق. لواء أركان حرب مقاتل كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استأذن سيادتك يا فندم في تقديم مشروع الأنفاق. نظرا للزحام والتكدس الشديد يا فندم على معديات الأنطرة والفردان ونمرة 6 وسرابيوم والشط، وده نتيجة لزحام عبور الأفراد بمركبات الأفراد أو مركبات النقل الجماعي أو المركبات المحملة بالحاصلات الزراعية سواء الخضروات والفاكهة اللي بتزرع دلوقتي بكثرة وبوفرة الحمد لله في سيناء، بالإضافة لعربيات نقل الأسمنت والرخام اللي موجودة فنم دلوقتي بكثرة برضه بتستخرج من محاجر الرخام في وسط سيناء ومن مصانع الأسمنت اللي الحمد لله دلوقتي موجودة وبتنتشر في منطقة العريش وجبل لبني، بالإضافة لما هو مستهدف من تنمية سواء اللي بدأت دلوقتي أو المخططة في الفترة القادمة من تنمية زراعية في قرية الأمل والقرى المجاورة أو حتى في منطقة وسط سيناء، بالإضافة للتنمية السكانية المتمثلة في المدن الجديدة وكانت الباكورة بتاعتها مدينة الإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى تنمية منطقة قناة السويس بالكامل ومنها منطقة شرق بورسعيد وما فيها من مواني ومنطقة صناعية بتنشأ حاليا، وده من المتوقع ان هو يزيد الكثافه والتكدس في الفتره القادمه اكتر واكتر زي ما حضرتك شايف كده المركبات المحمله واللي ان شاء الله مخطط ان هي تزيد في الفتره اللي جايه. الطوابير على المعديات بتصل الى 3 كيلو ويمكن 5 كيلو في بعض الاوقات. فبالاضافه فندم ان احنا دلوقتي بنعمل في اطار خطه تنميه سيناء مطار دولي في منطقه وسط سيناء في منطقه المليز، ورغم صدور قرار من سيادتك بزياده عدد معديات هيئه قناه السويس وانشاء كوبري عائم للقوات المسلحه في منطقه الانطره، ولو ان ده يا فندم برضه مش هيحل المشكله، فكان هنا توجيه سيادتك ان احنا نبدا فورا في التخطيط والتنفيذ لمجموعه من الانفاق عشان نحل هذه المشكله في اطار تنميه منطقه قناه السويس واللي كان باكوره مشروعاتها هو قناه السويس الجديده، وده تقريبا ثاني اهم مشروع بينشا دلوقتي هو موضوع الانفاق. احنا فندم خططنا ان احنا ننفذ 4 مجموعات من الانفاق اسفل قناه السويس، كل مجموعه على الاقل فيها 2 نفق سيارات وفي بعضها فيها نفق سكه حديد طبقا لوجود سكك حديد غرب وشرق القناه او الحاجه اليها كالاتي. مثلا نفق جنوب بورسعيد ده خططناه في المكان ده عشان يربط الطريق الدولي الساحلي سواء غرب القناه او شرق القناه للقادم من السلوم على الحدود الدوليه الغربيه مرورا بقى بالضبعه ومينا الاسكندريه ومينا دمياط وبورسعيد ومينا العريش وحتى رفع على الحدود الدوليه الشرقيه. المنطقه الثانيه في منطقه شمال الاسماعيليه اللي سيادتك مشرفنا فيها النهارده عشان نربط برضو القادم من الحدود الدوليه الغربيه مرورا بمنطقه شمال القاهره عبر القرص الشمالي من الطريق الدائري الاقليمي فطريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي اللي اتطور واصبح طريق حر دلوقتي، فانفاق شمال الاسماعيليه ثم عبر طريق الاسماعيليه العوجه اللي تم الانتهاء من تنفيذ المرحله الاولى منه ال 211 كيلو خلصنا منه 160 كيلو حتى منطقه الجفجافه مرورا بمنطقه الصناعات الثقيله من الاسمنت والرخام في وسط سيناء. المنطقه الثالثه هي منطقه سرابيوم وده هنستفيد دلوقتي يا فندم ب
طبعا القوس الشمالي من الدائري الاقليمي في مصر الاسماعيليه، ثم وسط ابو سلطان اللي جاري تطويرها حاليا دلوقتي، وان شاء الله سيادتك هشرفها بالفتح في اكتوبر القادم. نفق سرابيوم، ثم منطقه وسط سيناء، يا اما يتجه الى العوجه على الحدود الدوليه الشرقيه، يا اما يتجه الى طابا. المجموعه الرابعه يا فندم هي منطقه نفق الشارع احمد حمدي، هنزود المنطقه دي نفقين ان شاء الله، بحيث برضه نربط القادم من الحدود الدوليه الغربيه في منطقه جغبوب فسيوه فالواحات البحريه والقوس الجنوبي للطريق الدائري الاقليمي قناه السويس اللي بتشطب تقريبا دلوقتي، بيتشطب وبنتين ان شاء الله، وسيادتك ان شاء الله هشرفهم تحت اكتوبر القادم. فنفق الشارع احمد حمدي، فطريق سيادتك الطابة النفق او نفق طابة، مرور بكل مناطق الصناعات الثقيله ومناطق السياحه الدينيه في وسط سيناء. ما نساناش يا فندم طبعا ان احنا نخدم طبعا على مجموعه الانفاق دي بسرعه، الحمد لله ننتهي من المرحله الاولى والمرحله الثانيه من الشبكه القوميه للطرق اللي سيادتك واجهت ان هي ان شاء الله باذن الله تنتهي في 6/8 القادم بالكامل باذن الله. 7000 كيلو طرق يا فندم بنضيفها لشبكه الطرق، تقريبا 30% من اجمالي شبكه الطرق اللي كانت موجوده في الجمهوريه منذ ان بدا انشاء الطرق، مع مراعاه طبعا ان الطرق اللي بتنشا دلوقتي كلها طرق حره لا تقل في عروضها على الاقل عن 3 حارات كل الاتجاه، مع تقاطعات غير سطحيه كلها في مستويين عبر كباري وانفاق. نفق سيادتك الاسماعيليه هنركز عليه النهارده اللي سيادتك مشرفنا فيه، ده سيادتك مسار النفق زي ما احنا ربطنا كل الانفاق بالطرق الطوليه في الجمهوريه كلها من الغرب للشرق. ما نستناش ان احنا نربط برضه الانفاق بكل الطرق القريبه منها، الطرق العربيه بقى القريبه منها، زي مثلا نفق الاسماعيليه سيادتك امرت ان احنا ننفذ محور مستقل بدل ما نمشي على الطريق الدائري بتاع الاسماعيليه، محور مستقل سميناه محور تحيا مصر، يربط سيادتك المداخل الغربيه الانفاق بطريق المعاهده اللي هو طريق الاسماعيليه بورسعيد عبر تقاطع حر ما يعملش اي زحمه ولا تكدس مروري في المنطقه دي. برضه ربطناه مع طريق اللي بنسميه عرض واحد اللي هو جنوب بورسعيد شرم الشيخ، برضه بتقاطع حر في منطقه شرق الاسماعيليه. ده فندم مسار النفق اسفل القناتين، ده المنطقه اللي حضرتك مشرفنا فيها دلوقتي هي منطقه المدخل الغربي للنفق بما فيه من معدات، وسيادتك هتشرفنا بالزياره ليها دلوقتي. ده شكل النفق ان شاء الله لما يتشطب من الداخل هنا غير المنطقه اللي فوق. ده حضرتك برضو المخرج الشرقي دلوقتي، عملنا الحوائط اللوحيه دي يا فندم علشان نبدا نفرغها تبقى زي دي بالظبط كده، وان شاء الله نستقبل المكنه في باذن الله بعد سنه من دلوقتي ان شاء الله، او يمكن 11 شهر لان احنا بدانا بقالنا شهر. ده قطاع طول يا فندم في مسار النفق بيوضح ان احنا بنعدي تحت قناتين، بيقول ان احنا طول النفق يا فندم هنا تقريبا 5.8 كيلو، منها حفر مكشوف في الغرب والشرق تقريبا كيلو و 4.8 كيلو اللي هو من بدايه النزول المكنه حتى طلوع المكنه الناحيه الثانيه، دي 4.8 كيلو باسلوب الحفر بمكنه حفر الانفاق. النفق ده يا فندم على عمق 70 متر من الارض المحيطه، وعلى عمق 53 متر من سطح الميه، ولكن الراسم العلوي للنفق قمه النفق على عمق 40 متر من سطح الميه. الميل بتاع النفق ده في المنزل وفي المطلع تقريبا 3.3%، وده بيحقق سرعه 120 كيلو متر في الساعه لمرتادي ومستخدمي النفق. المنطقه فن بقى المحيطه في المدخل خارج النفق والمخرج، وبناء على توجيهات سيادتك طبعا عملنا هنا منطقه يعني نجمل منظر النفق، ما يبقاش مجرد اللي معدي في نفق وخلاص، لا هيبقى في منطقه ترفيهيه تجاريه سياحيه في المنطقه دي. ده منظر المدخل الغربي مكوناته، هنا فن في محطه خدمه وقود، محطه خدمه سيارات، في هنا 2 نصب تذكاري في المدخل، في هنا منطقه ترفيهيه ثقافيه تجاريه، في هنا سيادتك منطقه لمشاتل وساحات رياضيه وقاعات للجيش الثاني الميداني هيتم رفع كفائتها وتطويرها، في هنا سيادتك منطقه امنيه، ثم في بوابه الدخول. دي المنطقه في الشرق هتبقى تقريبا نفس الكلام عدا المنطقه الترفيهيه الثقافيه، هنكتفي بواحده في الغرب، يبقى اللي داخل خلاص سيادتك شاف بدا في الناحيه الثانيه، عشان كده عاملين كوبري مشابه بين الاثنين، هنا يا دوب الخدمات الامنيه وخدمه تمويل السيارات والبوابه فقط.
دي مناظر يا فندم للتصميمات اللي احنا ان شاء الله باذن الله هننفذها. ده منظر البوابه، احنا قصدنا يبقى منظر يعني منظر حضاري واخد تقريبا نفس شكل القوس بتاع النفق. بوابه تحصيل الرسوم رغم ان المدخل للنفق او الاتجاه النفق حارتين وحارتين، ولكن احنا عاملين خمس حارات وخمس حارات عشان نمنع التكدس. بعد الكلام ده على طول في عندنا المنطقه الثقافيه والتجاريه والترفيهيه بالاضافه الى النصب التذكاري ولوحه الشرف اللي هتبقى في مدخل ومخرج النفق ان شاء الله. ده كوبري المشاه اللي ستك هيربط بين اللي داخل واللي خارج لو حد عايز يتنقل من المنطقه الترفيهيه الى الطرف الاخر او العكس. ده يا فندم نفق السكه الحديد اللي احنا مخططين نعمله في منطقه الاسماعيليه. ده تقريبا بيقع على شمال النفق الحالي، نفق الاستيراد الحالي اللي احنا فيه دلوقتي ب 3 كيلو، وطبعا ده علشان الميل بتاع النفق السكه الحديد بيبقى اقل شويه من نفق السيارات 2% بينما نفق السيارات 3%، فطوله اطول شويه. النفق بالكامل سته طوله 9 كيلو، منه الحفر المكشوف اللي هو باللون الازرق ده 2.2 كيلو، والحفر بالمكنه مكنه الحفر الدوار 6.8 كيلو. ده طبعا سكك عملناه هنا لان في هنا في سكك حديد القاهره الاسماعيليه او القاهره الزقازيق الاسماعيليه بورسعيد في الغرب، وربطنا هنا في منطقه معسكر القرش برضه منطقه الى حد ما يعني مش هتكلفنا كتير، وربطنا مع سكك حديد الفردان اللي كان معدي على كوبري الفردان القديم مع سكك حديد الفردان الانطره العريش او الانطره بورسعيد. ده قطاع يا فندم فيه النفق بيبين طول النفق ويبين الميول بتاعته، وبيبين ان احنا فنم هنا في نفق السيارات عملنا 2 بير تهوية فقط، ولكن هنا عملنا 8 تقريبا كل كيلو بير تهوية. الابار يا فنم دي رغم ان في تهوية على مسار على طول مسار النفق بشفاطات سيادتك هتشوفها دلوقتي، ولكن عشان نحسن التهوية وعشان خدمة لا قدر الله لو في اي حوادث تبقى تعتبر في ممرات للهروب، فاحنا زودناها هنا في نفق السكه الحديد غير نفق السيارات، عملنا 2 بياره فقط. ده شكل قطاع فنم في نفقي السيارات والسكه الحديد. ده بيقول ان القطر الخارجي لنفق السيارات 12.6 والقطر الخارجي 11.4، لان سمك الخرسانه هنا 6.10. كل 500 متر فنم بنعمل ممر عرضي بين النفقين للمناوره او للهروب او لخدمه احد النفقين من النفق الاخر. النفق نفق طبعا السيارات هنا الارضيه بتاعت النفق هتبقى مرتفعه عن قاع النفق ب 3 متر تقريبا، ودول 2 حيطه خرسانيه. المنطقه يا فندم دي اللي هتعدي منها كل المرافق اللي احنا عايزين نعديها من الغرب او الشرق او العكس، سواء ميه مواسير ميه او كهرباء او اتصالات او كل الانفاق اللي احنا عايزين نعديها. ثم هنا بلاطه خرسانيه، المسافه من سطح الطريق اللي هو البلاطه الخرسانيه دي حتى قاع الشفاط او المروحه دي تقريبا 5.5 متر، وده الارتفاع او الارتفاع الحر او الارتفاع النظيف اللي معمول به عالميا لمرور الشاحنات المحمله بمهيئات مرتفعه. في نفق السكه الحديد هو نفس الابعاد، بس طبعا هنا نفق السيارات نفق حارتين رايح وحارتين جاي، ولكن هنا السكه الحديد احنا عاملين حاره واحده طبعا لان العرض مختلف، وعملنا هنا جزء هنا لممر الهروب والاخلاء في حالات الطوارئ، وده اللي متصل به البيارات اللي سيادتك شفتها في القطاع اللي فات. دي يا فندم كده باختصار عايزين نعرف احنا فين من الانفاق المشابهه لينا في العالم. احنا تقريبا اقرب نفقين لينا نفق وستر شيلد في هولندا ونفق البوسفور في تركيا. لو جينا يا فندم نشوف مده التنفيذ والتخطيط، تقريبا هنا في هولندا 3 سنوات للتخطيط و5 سنوات يعني اجمالي 8 سنوات لانشاء النفق. التكلفة المالية كانت سابقا في 2003 تقريبا 100 مليون دولار، ما يعادل حوالي دلوقتي 200 مليون دولار، يعني تقريبا ما يعادل 2 مليار جنيه مصري. في النفق البوسفور يا فندم في تركيا مدة التخطيط كانت 4 سنوات و5 تنفيذ يعني تقريبا 9 سنوات ب 240 مليون دولار ب 2016، أي ما يعادل يعني حوالي 2.4 مليار جنيه مصري. احنا فندم النفق بتاعنا على سبيل المثال احنا في الإسماعيلية دلوقتي احنا ضغطنا فترة التخطيط والتنفيذ يا فندم، صحيح بدأنا في التخطيط في البداية ولكن بدأنا نركب الأنشطة بتاعت التنفيذ بمجرد معرفنا شكل النفق وقطر النفق وطوله وأسلوب الحفر، بدأنا على طول صممنا النفق وتعاقدنا على الماكينات. خدنا تقريبا 6 شهور يا فندم فقط، ثم 3 سنوات تنفيذ تقريبا. بدأنا يناير 2000
و15 ان شاء الله باذن الله نخلص قبل يونيو 2018. التكلفه الماليه تقريبا مليار جنيه للواحد كيلو، فاحنا تقريبا يا فندم يعني لو قارنا نفسنا بالاخرين فاحنا وفرنا في التكلفه الماليه، وفرنا في الوقت. الاهم من كده يا فندم ان احنا في مصر امتلكنا القدره على تنفيذ المشروعات القوميه العملاقه المشابهه للانفاق بما فيها من تعقيدات وهندسيه، ان احنا امتلكنا القدره بقى عندنا 4 ماكينات لحفر الانفاق، ماكينات عملاقه من اكبر الماكينات ومن اشهر الشركات العالميه، بالاضافه ان احنا بقى عندنا 4 شركات مصريه وطنيه مدربه بمهندسينها وعمالها وفنيينها على هذه الحرفه، نقدر في اي وقت ننفذ انفاق اخرى في اي توقيت، ونقدر ان شاء الله نشتغل خارج حتى مصر ان شاء الله بنفس المجموعه بمعداتها بشركاتها كده يا فندم. نصل الى نهايه مرحله التقديم، واي اوامر لسيادتك يا فندم. ده حضرتك المدخل الغربي للنفق، ده سيادتك الاسفلت اللي موجود يا فندم، ده حوضين، ده مجرد اسفلت للتشغيل، ولكن ده طبعا كل ده هيتشال من تاني، احنا بس لازم نعمل اسفلت وبرضه على نفس الدرجه العاليه من الكفاءه علشان العربيات اللي سيادتك شايفها دي وسيادتك هتشوفها دلوقتي دي الجرات بتاعت نقل الوحدات الخرسانيه اللي بتنقل الوحدات الخرسانيه من منطقه مصنع الخرسانه الى منطقه النفق. ده يا فندم المدخل او النفق الجنوبي، الاواعد البيضاء اللي قدام حضرتك يا فندم دي اواعد خرسانيه واواعد الحديد دي الدعامات بتاعه المكنه اللي كانت واقفه عليها قبل ما تدخل النفق، زي المكنه دي، المكنه يا فندم اللي دخلت النفق كانت اخت المكنه دي سيادتك المكنه طولها 90 متر تقريبا، دول سيادتك 40 متر وتحتنا 10 متر والناحيه الثانيه 40 متر، العرض بتاعها 13 متر والارتفاع بتاعها نفس الكلام. المكنه يا فندم غير المكنه نفسها في 5 مجموعات او 5 محطات مساعده، منها مثلا محطه الهواء المضغوط اللي قدام حضرتك على الشمال دي، وفي محطه لفصل المكونات اللي بتوصلها يا فندم الماسورتين ال 50 سم دول، دي سيادتك بتاخد الراجع من المكنه وتضغط بطرمبات وتطلع لحد المحطه بتاعه فصل المكونات علشان سيادتك ترجع تاني الميه الحلوه النظيفه بقى بعد ما تتنقط من الشوائب زائد الهواء المضغوط يرجعوا يا فندم يدخلوا في ال5 مواسير قدام حضرتك دول اللي هم داخلين للمكنه. جميع يا فندم اجراءات التامين والسلامه متخذه في مدخل النفق، سواء حوادث سواء حرائق لا قدر الله. الحيطه فندم الخارجيه دي اللي سيادتك شايفها يمكن اللونها اللي هي فاتحه شويه، دي الحوائط اللوحيه اللي احنا فندم بنعملها من داخل الارض اساسا، بيبقى سيادتك رمل براها ورمل جواها ونبدا نفرغ فيها، ودي سيادتك حيطه رغم ان هي مش مطلوب ان هي تبقى عازله للميه تماما، ولكن هي الحمد لله بنعملها بكثافه عاليه بحيث ان هي تمنع ترك الميه. ثم الحيطه اللي هي يا فندم الحيطه اللي بتشطب قدام سيادتك دي اللي بتشد بقى سيادتك من الداخل بدون مشاكل وبدون مشاكل الرمل، الفراغ اللي بين الاثنين يا فندم ده هيبقى مراغ، الفراغ ده مرور الخدمات ومواسير الخدمات عشان تدخل في قاع النفق وتعدي الناحيه الثانيه. شوف فندم الناحيه الثانيه من النفق. البعيد يا فندم ده المدخل بتاع المدخل الجنوبي اللي المكنه دخلت منه، وده اللي هناك يا فندم ده الخرطوم الكبير ده او الماسوره الكبيره دي، ده نفق التهويه اللي بياخد من كمبرس ضغط الهواء في ماسوره من المطار بقطر 2 متر عشان تهوي النفق وعشان ترخ هواء باستمرار هواء جديد الى النفق عشان الناس ما تتخنقش جوه النفق. المنطقه الثانيه يا فندم دي اللي هو المدخل بتاع النفق الشمالي، ده سيادتك اللي هي باقي 90 متر بتوع المكنه. المكنه فندم ده اهم جزء في المكنه فندم غير الديل بتاعها اللي هو بيبدا من هنا كده، ده جسم المكنه وديلها، ده دي سيادتك راس المكنه ودي اهم جزء في المكنه، وده فندم طبعا عشان نركبه استخدمنا ونش من اكبر الاوناش اللي موجوده يمكن في مصر والشرق الاوسط، مفيش زيه سيادتك، ده 800 متر وده مملوك لاحد الشركات المنفذه. الحد القاطع فندم ده الاسطوانه اللي قدام حضرتك دي اللي بتركب جواها الوحدات الخرسانيه، الحالات الخرسانيه بتدخل سيادتك من جوه المكنه زي ما سيادتك هتشوف دلوقتي على السير يا فندم اللي هو المتحرك اللي تحت خالص ده، ثم بعد كده المكنه بتاخدها تبنيها جوه الاسطوانه دي عشان دي هي ده شكل النفق اللي احنا عايزينه، بيبني ال9 حلقات داخل المكنه دي وتتقفل، ثم المكنه تبدا تتقدم للامام.
المكن عشان تتخطى من الامام فيها سيادتك دعامات او بساتم بتثبتها فنم في الفريم الحديدي اللي قدام حضرتك ده وتتحرك للامام. هي المكنه فنم ذاتيه الحركه وذاتيه البنى، يعني هي بتبني من نفسها وهي بتتحرك من نفسها. بتثبت الدعامات بتاعتها في الفريم الحديد ده للخلف وهي بتتحرك للامام، تحفر الاثنين متر وتقف وبعد كده تبني الحلقه ثم ترجع تاني بضغط الزيت الباكم اللي موجود تضغط سيادتك برضه بالامام كده. بعد فنم ما المكنه هتدخل من الفتحه الحمراء اللي قدام حضرتك في الحيطه الخرسانيه دي بتعدي منها. احنا بنبني حلقات هيكليه في المسافه بين النفق الهيكل الخرساني ده وبين وش النفق دول تقريبا 10 حلقات. ثم بعد كده لما بنكمل سيادتك بقى النفق، لان بعد كده المكن نفسها بدل ما بتثبت نفسها في الفريم ده بتثبت الاطار الحديدي ده بتثبت نفسها في الاجزاء اللي هي بناتها او الحلقات اللي هي بناتها الهيكليه دي. وطبعا بعد شويه الحلقات الهيكليه بتتشال ويبدا النفق فنم من بدايه الحيطه الخرسانيه اللي قدام سيادتك هنا. وان شاء الله المكنه دي يا فندم ان شاء الله باذن الله احنا مخططين هي خلصت التركيب بالكامل يا فندم زي ما سيادتك شايف كده. احنا دلوقتي يا فندم في مرحله توصيل المكنه بالمحطات الخارجيه اللي هي محطه الكهرباء ومحطه الهواء المرغوب ومحطه فصل المكونات علشان ان شاء الله نبقى جاهزين باذن الله في 25 الشهر الحالي ان احنا باذن الله نحفر. يبقى عندنا باذن الله على في نهايه الشهر ده اول شهر 9 بيبقى في مكانتين بيحفروا في وقت واحد ان شاء الله. هنا فنم بالبروجيت وكونكور الاثنين ستك عاملين تحالف مع بعض، بس هم ستك من كانوا عاملين تحالف ستك بيشتغلوا مع بعض من بدايه الحفر المكشوف. في بدايه تفنم شغل المكنه بدات شركه بتروجيت مع نفسها مع استشاري اجنبي استشاري عالمي شغال معاها في النفق الجنوبي، وشركه كونكورد اللي هو ستك في النفق الشمالي مع برضه استشاري مع استشاري القوات المسلحه مع ضباط القوات المسلحه. احنا مشكلين يا فندم فريق عمل متكامل من ضباط المهندسين في القوات المسلحه واستشاريين عالميين لينا احنا كمالك، ثم الشركات المنفذه برضه معاها استشاريين للدعم الفني للامور اللي هم لسه جديد عليهم. ولكن الحمد لله الشركات يا فندم دلوقتي اكتسبت خبره كويسه وتقريبا تعدت المرحله اللي كانت صعبه في البدايه وانطلقت دلوقتي زي ما حضرتك هتشوف ان شاء الله في النفق الجنوبي.